معروف انه تذكره حديقه الحيوان طول ايام الاسبوع بتبقى 5 جنيه ما عدا يوم الثلاث بيبقى 65 جنيه. الاداره المركزيه لحدائق الحيوان قالت امبارح انه بمناسبه اجازه المدارس والصيف هتبقى تذكره يوم الثلاث ب 5 جنيه زي اي يوم عادي. الكلام ده هيطبق من النهارده. خلونا نعرف تفاصيل اكتر من الدكتور محمد رجائي رئيس الاداره المركزيه لحدائق الحيوان. صباح الخير عليك يا دكتور. اهلا، صباح الخير على حضراتكم وعلى الساده المشاهدين. يا اهلا بيك يا فندم. عايز اعرف من حضرتك ايه السبب في تخفيض سعر التذكره من 65 جنيه يوم الثلاث ل 5 جنيه، وكان ايه السبب اصلا في ان هي تكون 65؟ لا حضرتك، هو يعني لا هو المعروف والمتعارف عليه من فتره كبيره ان في ايام العطلات الرسميه، يعني يوم الثلاث لما هو يوم الثلاث لما بيجي في يوم عطله رسميه بيبقى يوم مفتوح عادي للساده الزوار بالسعر العادي اللي هو 5 جنيه. يعني طوال الصيف هيبقى السعر العادي 5 جنيه، ده عشان عطله دراسيه والناس كلها بتبقى في اجازات، فبيبقى بنفتح طوال ايام الاسبوع يوم عادي جدا يوم ب 5 جنيه. لكن في ايام الدراسه يعني بيبقى في يوم راحه للحيوانات، احنا بنقول عليه يوم اجازه للجمهور، احنا او يوم الصيانه، احنا بنعمل فيه خطط الوقايه والتحصينات، بنعمل فيه صيانه للمعدات كلها بتاعت الحديقه والاماكن الخاصه بالحديقه، لكن احنا بنفتحه للفنون السياحيه او للافواج عموما ب 65 جنيه بتذكره مجمعه. دي تذكره مجمعه للاماكن الداخليه، الابواب كلها بتبقى مغلقه، فاحنا بنجمع الاماكن الداخليه كلها في تذكره مجمعه بتبقى ب 65 جنيه داخل الايام اللي هي في غير العطلات الرسميه اللي هي ايام الدراسه. لكن الصيف كله احنا بنفتحه للساده الزوار ب 5 جنيه يوم عادي جدا اعتبارا من اليوم ان شاء الله. طول اجازه الصيف يعني يا دكتور محمد؟ بالظبط كده حضرتك، بيبقى طوال ايام شهر 6 او 7 او 8 واول 9 بنبتدي بقى مع الدراسه اليوم اللي هو الراحه، وبنعمله للافواج في تذكره مجمعه 65. طيب عايز اعرف من حضرتك يا دكتور، اتفضل. اعتبارا من اليوم هو يوم عادي مفتوح للجمهور خلال اشهر الصيف ب 5 جنيه. طيب لو حضرتك تكلمنا عن خطه التطوير اللي بتحصل في الحديقه. طبعا احنا يعني الفترة اللي فاتت دي حقيقة احنا اشتغلنا في محورين مهمين جدا. المحور الأول هو ما يخص استخدام حيوانات جديدة، وعملنا خطة إكثار الحيوانات اللي موجودة عندنا. في خطة لاستخدام حيوانات جديدة، إيه هي الحيوانات دي؟ احنا الفترة اللي فاتت دي استخدمنا حيوانات مهمة جدا، يعني جبنا سبع البحر، جبنا أربعة سبع بحر. جبنا يعني الزراف. جبنا النمور البنغالية بشراستها وقوتها. جبنا الكنجارو الاحمر، جبنا الدب الروسي. دول هيكونوا متاحين للجمهور يشوفهم خلال اجازه الصيف؟ بالظبط يا فندم، متاح للجمهور. وبعدين الجديد في التدبير ان احنا طبقا لتعليمات وزاره الزراعه ان احنا يعني يبقى في اسلوب مبتكر لتدبير، ما نحملش الدوله اي اعباء ماليه. فاحنا اتبعنا السياسه اللي هي البدل عن طريق خطه الاكسار اللي احنا عملها الزملاء الاطباء البيطريين في الحديقه، وعمالنا الحقيقه عملوا جهد كبير جدا في يعني خطه اكثار حقيقيه للحيوانات اللي موجوده، وبقينا نبدل من الزياده اللي موجوده عندنا ونستخدم حيوانات مش موجوده عندنا، وده اسلوب يعني حقيقه وفر فلوس كتير جدا. صحيح، ولان الحاجات دي غاليه وبتيجي بنقل طيران، ويعني طيب بتكلف تكاليف كبيره جدا. الحمد لله احنا ما كلفناش الدوله اي اعباء الفتره اللي فاتت. عظيم. ويمكن المحور الثاني بقى المهم اللي هو خدمات الجمهور، احنا عملنا انشطه ترفيهيه كتير جدا، عملنا يمكن اهم حاجه وافتتحها معالي وزير الزراعه اللي هي كانت البيتنج زو او حديقه الحيوانات الاليفه، اللي هي بتتيح تفاعل مباشر ما بين الزائر وما بين الحيوان، وتقدر ياكله ويتصور معاه، وبياخد فقره تعليميه عن الرفق بالحيوان واسلوب التعامل مع الحيوان. فدي من الحاجات المهمه قوي اللي اتفتحت وعامله سعاده للاسر المصريه. وايضا احنا عملنا برضه انشطه فيها بقى ملاهي مدينه ملاهي كامله، عملنا خدمه التنقل داخل الحديقه في طفطف، في عربيات جولف كار عشان كبار السن برضه والاطفال والاسر اللي مستعجله تحب تاخد جوله في حديقه سريعه. جميل. ايضا عملنا برضه بدلات مهريه في المسطحات المائيه اللي موجوده، الحمد لله يعني الحديقه في نشاط كبير جدا حصل الفتره اللي فاتت. طيب دكتور، بالنسبه لمساله استخدام حيوانات جديده، حضرتك كنت بتتكلم عن ان احنا بنتبع نظام الاستبدال، يعني بنحاول نديهم الحيوانات اللي فيها وفره عندنا ونستخدم حيوانات اخرى من دول اخرى. هل هذه الحيوانات بنطمن على حالتها الصحيه قبل نقلها وبعد ما توصل حديقه الحيوان عندنا؟ اشكر سيادتك، ده طبعا سؤال مهم جدا، وطبعا احنا في اشتراطات بتحددها لاي حيوانات عموما مستورده، في اشتراطات
لدخول الحيوانات او تصديرها، بتصدرها الهيئه العامه للخدمات البيطريه. والهيئه العامه للخدمات البيطريه بتشترط لكل حيوان تبع الامراض اللي موجوده في وظائف الدوله اللي احنا بنجيب منها، بتشترط طبعا فتره كارانتين وفحوصات طبيه. وفترة الكارانتين دي بتتعمل في دولة المنشأ اللي هي جاية منها الحيوانات، وبتتعمل أيضا في مصر عند وصولها قبل اختلاطها بالحيوانات الموجودة عندنا. ففترة الكارانتين والحجر البيطري، وطبعا بيبقى في اشتراطات لتحصينات معينة واخدها الحيوان دي، يعني كل ده بيبقى في اشتراطات بيطرية طبعا بتنفذ لضمان عدم وجود أي أمراض بالحيوانات الواردة يعني. طيب دكتور محمد، القردة ازاي بيتم التعامل معاهم دلوقتي مع انتشار جدري القردة من قبل الأطباء وكمان من قبل الزوار للمدينة للحديقة؟ هل يعني متفاعلين معاها بشكل طبيعي أو إيه الوضع؟ طبعا برضو موضوع القردة الحقيقة يعني أنا بطمن السادة الزوار إن أولا هذا النوع من الحيوانات لا يتم استيراده في مصر من أكثر من 10 سنين. ما فيش استيراد لانواع القرده خالص من الخارج. القرده اللي موجوده داخل حديقه الحيوان دي سببها بتتكاثر من في ذاتها كده، ما فيش اي استيراد. ومع ذلك طبعا بيتم الفحص اليومي، احنا كل طبيب مسؤول عن نقطه حيوانات معينه. وبيخش الصبح دايما بيفحص الحيوانات بتاعته الصبح كل يوم، بيتلقى البلاغات من العمال لو في اي مشاكل مرضيه. لكن انا باكد وفي طبعا خطه وقايه تحصينات موجوده ضد الامراض الوبائيه. طبعا كل ده بينفذ طبقا للتطبيقات، في تحصينات كل 3 شهور، تحصينات كل 6 شهور، تحصينات كل سنه، ففي خطه وقايه معتمده وبتنفذ. وانا بطمن الساده الزائرين ان احنا ما عندناش في الحديقه الحمد لله اي نوع من انواع الامراض الوبائيه. ويعني في المعمل موجود برضه بيتاخد عينات للفحص الدوري. الحمد لله ما فيش اي امراض وبائيه موجوده عندنا. ده عظيم جدا. يعني اي على المستوى حتى البيطري او على المستوى البشري المرض تقريبا مش موجود في مصر خالص الحمد لله. وطبعا كل اجراءاتنا الاحصائيه احنا واخدينها وكل الفحص اليومي بيتم والحيوانات كلها بصحه جيده الحمد لله. عظيم، وده بينعكس بالتاكيد يا دكتور محمد على نسبه اقبال الزوار على حديقه الحيوان. هل السعر ده هيبقى في فترة الأجازة فقط وبعد الأجازة هيرجع تاني لسعره الطبيعي، هيبقى 65 جنيه يوم الثلاث؟ زي ما وضح حضرتك يعني احنا أصلا في يوم في الأصل إن في يوم يعني لأعمال السيارة واليوم الأجازة اللي هو من الجمهور وليس الأجازة اللي عندي. عظيم، اللي هو هيبقى يوم الثلاثة. العطلة الدراسية بيرجع اليوم ده وبتذكرة مجمعة، أنا برضه بأكد إنها مش تذكرة ب 65 جنيه، هي تذكرة مجمعة شاملة الأماكن الداخلية. شاملة المتحف، شاملة بيت الزواحف، شاملة منطقة التسلية. طيب هو اللي بيدفع تذكرة ب 5 جنيه وهو داخل ده يا فندم بيدخل برضه بيدفع تذاكر تانية للأماكن دي؟ بيدفع طبعا للمتحف 10 جنيه، بيدفع لبيت الزواحف 5 جنيه، لكن يعني احنا بنعملها ممكن تصل لنفس الرقم؟ لا بتوصل لحوالي الأماكن الداخلية 35 جنيه. 35 جنيه مع التذكرة 40 جنيه؟ مع تذكرة الدخول. مع تذكرة الدخول. لا يعني 30 جنيه 35 جنيه شامل كله. كل داخل. يعني الفرق بيكون 30 جنيه فقط في يوم الثلاث، لكنه في هذه الفترة فترة الأجازة هيكون يوم الثلاث يوم عادي جدا زي بقية أيام الأسبوع، تذكرة ب 5 جنيه وبعد انتهاء الأجازة هيرجع مرة ثانية 65 جنيه، وبتبقى تذكرة مجمعة زي ما الدكتور محمد وضح. دكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحديقة الحيوان، شكرا جزيلا ليك يا فندم.